أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. دخول رتل روسي إلى مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي للاجتماع مع قيادات الفيلق الخامس بحسب ما ذكر مراسل حلب اليوم. قوات النظام تغلق المركز الطبي الوحيد في منطقة درعا البلد جنوب سوريا جراء استهداف الطرق المؤدية إليه بالرشاشات الثقيلة حسب ما أفاد مراسل حلب اليوم. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 8 أفراد وعشرة كيانات في سوريا ضمن الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. الهيئة العامة للطب الشرعي العاملة في مناطق سيطرة النظام تكشف عن تسجيل 71 حالة وفاة بينهم 20 جريمة قتل و12 حالة انتحار في مناطق سيطرة النظام خلال أسبوع العيد. إيرادات معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 646 مليون ليرة سورية بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام. العاصمة الألمانية برلين تعلن رغبتها باستقبال 500 لاجئ سوري وعراقي من المقيمين في لبنان، ومن المتوقع وصول أول الوافدين خلال عام 2021.